الحمد لله. انا مغمض كل شيء كل شيء. فمك. جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
يبطلوا إن الله سيبطلوا بعظام الموتى صنعوا بعظام الموتى بعظام الموتى صنعوا بعظام الموتى صنعوا بعظام الموتى صنعوا عطلوا كل زواج صنعوا عطلوا كل خطبة صنعوا أمرضوا البلل صنعوا أمرضوا الأبدان صنعوا للفراق والشقاق صنعوا للعداوة صنعوا للمرض صنعوا صنعوا بعظام الموتى صنعوا سحر بعظام الموتى بعظام الموتى وكلوا قيدوا جن كتب على الأجسام سلطوهم جن كتب على الأبدان سلطوهم جن كتب على الأبدان سلطوهم جن كتب على الأجسام سلطوهم بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله بسم الله يبطل بسم الله يبطل إن الله سيبطل بعظام الموتى بعظام الموتى وكلت رجلين وأعطتهم 2000 درهم 2000 درهم مشوا لقبر النصارى نعم وذهبوا لقبر من قبور النصارى وحفروا على الميت ونبشوا القبر في النهار في ضوء النهار والشمس تسطع ولا من يتدخل ولا من يتكلم ولا سلطة تتدخل ولا دولة تتدخل ولا حراس المقبرة يتدخلون ولا أحد يتدخل واستخرجوا الميت من قبره وقسموا ظهره هذا عمود فقري للميت نصراني ميت نصراني صغير وهذا عمود فقري من ظهره قسم ظهره وأخذ جزء من عموده الفقري كما ترون أخذ جزء من عموده الفقري وسحروا للأسرة بأكملها وكلوا الجن وقيدوه 2000 درهم 2000 درهم في ضوء النهار لا دولة تتدخل ولا حراس مقبرة يتدخلون ولا منديري ولا من تكلم الأمر طبيعي المال كما يقولون ابن الكلاب طريق فوق البحر يعني ماذا وصل الحد إلى أنه استخرج الميت من قبره وقسموه أخذوا عموده الفقاري حتى يسحروا به للأسرة بأكملها فماذا بقي فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير فلا إله إلا الله ما تعهد الرجال وتعهد عباد الدرهم والدينار فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم عليك بالسحرة دمر عروشهم أمين 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 اللهم عليك بالسحرة زلزل الأرض من تحتهم اللهم عليك بالسحرة زلزل الأرض من تحتهم اللهم عليك بالسحرة ربي لا تقل لهم ولا تعلي لهم يا ربي آية ولا تبلغهم مقصدا ولا غاية اللهم عليك بالسحرة زلزل الأرض من تحتهم اللهم عليك بالسحرة أذق بعضهم بأس بعض اللهم عليك بالسحرة عليك بهم يا رب أجمعين اللهم عليك بالسحرة أينما حلوا وارتحلوا أينما كانوا وكيفما كانوا اللهم عليك بالسحرة أينما اندسوا في أي عقر كانوا وفي أي دار وقصر ومكان وخلوة وبيت اللهم عليك بالسحرة أينما كانوا وكيفما كانوا اللهم إنهم انتهكوا حرمة القبور واستخرجوا الموتى وقسموا ظهورهم اللهم اقسم ظهورهم كما قسموا ظهور الموتى
واخذوا اعضاء الموتى، اللهم شل عظامهم اطرافهم، اللهم عليك بهم انسا وجنا ذكورا واناثا، اللهم صب عليهم نار وامطر عليهم نار واسقهم نار، اعشهم يا ربي اذله واذقهم الذله واحشرهم اذله وابعثهم مع الاذله، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم غضبك وعقابك، اللهم عليك بهم اجمعين، عليك يا ربي بمن والاهم، وعليك يا ربي بمن ناصرهم، وعليك يا ربي بمن سلك نهجهم، وعليك يا ربي ويا سيدي بمن اختفى اثرهم وتبع خطاهم، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، 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 اللهم سلط عليهم ريحا صرصرا كأيام النحسان، اللهم ذقهم المرض والتعاسة والشقاء، اللهم الهم والحزن والضيق، اللهم لا تذقهم السعادة يوما ولا تذقهم الفرح يوما، اللهم ارنا فيهم الطمع واذقهم الضنك، اللهم امرض ابدانهم وجنن عقولهم وشل عظامهم اطرافهم، اللهم اجعل كيدهم بينهم عظيم واجعل ميدهم بينهم عظيم، اللهم عليك بهم وبمن وراهم ومن سلك نهجهم واقتفى اثرهم وتبع خطاهم، لا اله يا ربي الا انت، عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك، ولا اله غيرك وهلك عدوك، اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم على الارض احدا، اللهم من تاب فتوب عليه ومن ابى فعليك به 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 ومن ابى يا ربي فعليك به، اللهم سلط عليهم ملائكه غلاظا شداد لا يعصونك ما امرتهم ويفعلون يا ربي ما يامرون، اللهم امطر عليهم مطر السوء واسقهم العذاب والسوء وذقهم العذاب والسوء، وانزل عليهم من غضبك وانزل عليهم من سخطك وانزل عليهم من الذله والعار ما تشاء وكيف ما تشاء، اللهم عليك بالسحره ومن اعانهم ومن اعانهم ومن استخرج اسحارهم، اللهم عليك بالسحره ومن اتى باسحارهم ومن دفن اسحارهم ومن علقها ومن رشها ومن اطعمها ومن سعى فيها وسعى عليها وبها، لا اله الا انت، عز يا ربي جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك، ولا اله غيرك وهلك عدوك، لا اله الا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، اللهم عليك بالظالمين وظلمهم والساحرين وسحرهم، اللهم عليك بالظالمين وظلمهم والسحرة وأسحارهم، اللهم عليك بالظالمين وظلمهم والسحرة وخدامهم، اللهم عليك بالظالمين وظلمهم والسحرة وأعوانهم، اللهم عليك بالظالمين وظلمهم والسحرة وخدامهم وأتباعهم وجندهم، اللهم سلط عليهم ملائكة غلاظا شداد لا يعصونك يا رب ما أمرتهم ويفعلون ما يؤمرون، اللهم ذقهم العذاب عذابين والنار نارين، اللهم عليك بهم وبمن والاهم وسلك نهجهم واقتفى أثرهم وتبع خطاهم، لا إله إلا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وإذا مرضت فهو يشفين، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب السماوات والأراضين ومن فيهن ومن بهن ومن عليهن أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما، لا إله إلا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أسأل الله العظيم العلي القدير رب السماوات والأرضين أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما، لا إله إلا أنت، عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك، ولا إله غيرك، اللهم أبطل يا ربي أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت، اللهم أبطل يا ربي أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت بالقرآن وبركته وقوته، اللهم أبطل يا ربي أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت بالقرآن وعظمته وقوته، اللهم أبطل يا ربي أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت بالقرآن وحروفه وآياته، اللهم أبطل يا ربي أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت، يا منزل القرآن أنزل عليهم آيات كتابك الثقيلة العظيمة الكريمة نارا لا بردا ولا سلاما،
أبطل بها أسحارهم وزلزل الأرض من تحتهم ودمر عروشهم وأركانهم وعليك بهم وخدامهم وجندهم وأتباعهم ومن والاهم ومن سلك نهجهم ومن اقتفى أثرهم وتبع خطاهم. اللهم يا مرسل الرياح الصوافي أرسل عليهم الغضب والذلة والعار وانزل عليهم من الغضب والذلة والعار وانزل عليهم من السخط والذلة والعار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. راكم مزيانين؟ احنا ملاح راكم مزيانين؟ الحمد لله. داو لي رزقي وزادو السحور. قدر الله ما شاء فعل. داو لي رزقي وزادو السحور. حسبي الله ونعم الوكيل. وحشي ولدي. قضاء وقدر. راكم معايا مزيانين طبيعيين؟ ارتحيت شي حاجه مشات. كيف ارتحيت؟ انا وصفي لي بحال شاب الراحه. ما عرف شي حاجه راحه نزلت عليا من روح من روح. انت انا مرتاح. راك مرتاح؟ شي حاجه خرج منك؟ لا انا ما حسيتش بصحتي. واه راك بصح نقص عليكم وزن. وزن ثقيل انت؟ انا ما انت عادي طب ولكن معنيين بالامر هما هذا الزوج الاخت والاخ ديالك. دابا باقي اسحار اخرى باقي ضرب ضرب ولكن الاكبر هم بان لما بان الاكبر بتسهل ان شاء الله. وهذوك اللي في العتبه ان شاء الله الا ما لقيناهمش كي نديروا سهل الحال ان شاء الله. ضرب ضرب كيما الله وفق لك غادي يوفق السهل. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا نتوب إليك. اللهم اغفر يا ربي لنا ذنوبنا واستر يا ربي عنا عيوبنا اللهم اهدنا يا ربي للحق واهد بنا واجعلنا يا ربي للحق هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. لا إله إلا الله وما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي ما كان مصابا بفهمك وحدك ما كان من خطأ إنهم سهون أو زاد أو نسيان في الطريقة والقراءة ونطق الكلام في النفس من الشيطان والله ورسوله منه براء والله أعلى وأعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا ابقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما.